لكم يا جماعه، وزي ما عودنا حضراتكم عن كل يوم في جديد. في معانا هنا طبليه سونيك كانت عاوزه تبرمج، طبعا البرمجه بتاعتها غير جميع البرامج اللي احنا نزلناها في الحلقات السابقه في بعض الطبالي اللي احنا برمجناها. تعال نبرمج الميزان ده ونشغله مع بعض كده زي ما هو ظاهر كده. الميزان ده بيخرب، برمجته 5 3 اصفار 5 تير 1 تير، تمام. احط المعيار بتاعي زي ما انا حطيته كده، اضغط تير، احط 20 كيلو تير، 600 كيلو، 6 وصفرين علامة وصفرين تير، 5 حساسة الميزانة 5 جرام بتكة تير. اصبح معايا المعيار 20 كيلو، 20 كيلو في 10 جنيه، يبقى اصبح معايا ب 200 جنيه. ارفع هيديني الزيرو. لو جت اوزن مثلا عليه معيار مثلا زي كيلو، ظهر معايا المعيار اللي هو كيلو زي ما هو ظاهر كده اهو. بالنسبه دي برمجه الميزان السونيك يا جماعه، نفس الراس ديت هي اللي بتتبرمج كده 5 3 اصفار 5. ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه.